انا زعلان منك يا ريس. زعل اللي بيحب بلده وخايف عليها، الناس دي خرجت رفضا انه يترشح مده ثالثه. الشعب السنغالي رفض والرئيس السنغالي استجاب. امال احنا لما شعوبنا بترفض اي حاجه الدنيا بتولع والناس تموت وثورات بتحصل وحروب اهليه بتندلع ومؤامرات خارجيه بتتنسج. يا اخوانا اللهم رئيس حسيس زي رئيس السنغال. احنا بنقترض مليار دولار في الشهر منذ ان تولى الرئيس السيسي السلطة، فان احنا كده غالبا ممكن نحتاج وقت اطول. احنا اقترضنا في عهد الرئيس السيسي 120 مليار دولار تقريبا على 10 سنين. يعني الحقيقة احنا كمصريين حاليين بنعيش على حساب اولادنا واحفادنا واحفاد احفادنا اللي طبعا هيجوا بعدنا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء اللي فات من يومين اعلن عن تعديلات ثوريه في قانون الاستثمار. لو كانت حصلت من 10 سنين، من 7 سنين، من 5 سنين حتى ولو جزئيا، لما كنا نعاني من بعض مما نحن فيه. مرة زمان كنت بنصح الدولة، بنصح سيادة الرئيس، كنت بقول انه قبل ما يدعو الدول الاخرى والشركات الكبرى للاستثمار في مصر في السفريات اللي كان بيعملها في بداية فترة حكمه، ان عليه في البداية ان يضبط البيئة الاستثمارية في مصر، كي لا نكون كمن يضع البضاعة اللي بيحصل عليها في شوال مخروم فتقع من الناحية التانية.